جاتني عروض انه نمول، انه نمشي في حملات انتخابيه. كانت الاجابه نتاعي للسيد اللي جاني، قلت له الحاج هذا راه ماهوش يبيع في وجهه، انا الا حبيت ندير هذا الشيء نديره لي انا، وانت يعطيك الصحه. قال لك تحدي مع مرشح معين، قال لك هذا ماشي لعب، قال لك هذا ماشي لعب الذر يعني داخل الانتخابات. هذه نحكي لك في 2012، في 2017 كنت بيني وبين، ما نكذبش عليك، كانت عندي ميموار تاع الماستر كنت نكمل فيها، مانيش حاب نوخر القرايه على خاطرش لي ظروف، ما تعطلت شويه في الدراسه الجامعيه. ماستر في مقاومه زلازل. ماستر مقاومه زلازل، هندسه مدنيه. جامعه زين عاشور بالجلفه. الله يبارك. بالجلفه. بارك فيك. في 2017 كنت متردد نوعا ما، الى ان جاوني مجموعه من الاتصالات، يجيك يحكمك في قهوه يقول لك انت يا حاجه كبيره، انت من 10 كبار، انت من زوج تدي واحده، انت الاليه تحطها والهابطه تطلعها، انت اللي منا تديها من هنا، اللي منا تديها منا، لوهله من الزمن تحسب روحك انت خلاص بداوا يحسبوا علينا احنا اللي جان راهم رايحين يقدمونا. نهار اللي تبسم معاه وتقول يا سي بون درك ندير انا وياه، راه يقول لك الحاج فلان راه قدامك. سمى الحاج فلان هذا ديما هو اللي انت ما اعترفتش بهذه الصعوبات، قلت اذا هذاك الحاج فلان في مكانه انا قادر نواجهه. يعني. قلت له كي راك تحكي لي انا تجيني باش تقدم واحد اخر، انا مانيش ضد الاشخاص بصح ما نقولكش انا علاه ما تجيب الجان، وعندنا الحمد لله عندنا اطارات شابه في 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 العشرينيات وفي الثلاثينيات تقعد معاه يحيرك. ما يحكي لكش السياسة في الجزائر، يحكي لك السياسة الدولية، يحكي لك على قانون يعني دولي. انت زعت بلاصتك فتحي من بعد التحدي انا والمجموعة هذوك، كنت بقيتنا 14 يوم، قلت لهم لا اعطيني حتى 4 مارس ونوري لك شكون 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 لعب الذر، ونوري لك شكون الكبير. وكان تحدي وفي 14 يوم قدرت.